ما المقصود بالفجر وليال عشر؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، فالله تعالى أرسل إلينا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من عالم الضلال إلى عالم الهداية. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا الكثير من الأمور الغيبية التي نزل بها القرآن الكريم ليقيم الحجة علينا يوم الحساب. ومن هذه الأمور التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الله في سورة الفجر بالفجر والليالي العشر، فالمقصود من هذه الآيات؟ قال الله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليالي عشر. والمقصود بالفجر هو كما معروف للجميع فجر الأيام، وخاصة فجر يوم النحر، آخر أيام العشر ذي الحجة. أما الليالي العشر التي ذكرها الله تعالى بعد الفجر فهناك قولين في تفسيرها، والرأي العام والأكثر انتشارا هو أنها الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، ولأن اللغة العربية واسعة فإنه يراد بكلمة الأيام أحيانا الليالي والعكس صحيح. وهذا الرأي مبني على أهمية العشر الأولى من شهر ذي الحجة وفضلها. أما الرأي الآخر في تفسيرها هو أنها الأيام الأخيرة من شهر رمضان لفضلها العظيم، ولأن لفظ الأيام يدل على الأيام وليس الليالي في أي حال من الأحوال، ولفظ الليالي يقصد بها الليالي. هذا الرأي مبني على أهمية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما أن في ليلة القدر التي تعد أفضل من 1000 شهر، والفجر هو بداية اليوم وبداية النشاط والعمل، ويحدث في الفجر بعض الشرائع التي تبدأ به مثل الصلاة في هذه الفترة، فصلاة الفجر فيها غفران للذنوب والمعاصي وتيسير الرزق والتوسيع فيه على العبد. كما أن صلاة الفجر تميز المنافقين فهي ثقيلة عليهم بسبب وقتها الذي يفضل المنافق أن يبقى في الراحة والكسل على أن يقوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي صلاة الفجر. كما أن الصائم يبدأ صيامه في هذا الوقت بالذات من اليوم، ولذلك فالفجر له فضل وأهمية كبيرة التي أقسم بها الله تعالى. كما ذكرنا سابقا فالليالي العشر إما هي الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وهذه الأيام لها فضل عظيم ففيها يكون الحجاج مشغولون بشعائر الحج، وهي من أهم أيام السنة وأحبها إلى الله تعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففيها يستحب الصيام وكثرة الصلاة والإكثار من أعمال الخير المختلفة. أما العشر الأواخر من شهر رمضان فهي لا تقل أهمية عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فهي مباركة ومقدسة، كما أن فيها ليلة القدر الذي يزيد عدد هذه الأيام أهمية وفضلا، ويتم في هذه الأيام توديع شهر رمضان المبارك، ويتم ختم القرآن فيها. إلى العام المقبل لمن كتب له صيامه.